اوعى تفتكر انك كراجل تقدر تقارن نفسك بالستات. انسى، الستات دول عندهم قدرات خارقة يا معلم. بذمتك انت تقدر تفرق ما بين البيج وسن الفيل والكافيه واللوزي والبندقي والكاكاوي؟ مستحيل. مش بالنسبة لنا احنا كرجالة دول كلهم بني او اخضر تقريبا؟ هم بيقدروا يفرقوا بينهم بنظرة واحدة. يعني واحنا بندهن البيت مثلا بتبقى الغلطة بحادثة، زعل، نعيد الوش الاخير ده كله من الاول علشان هي قالت للراجل عايزة الريسبشن كافيه، والغبي زود اللبن وعمله لها لاتيه، الحيطة كلها تترمي. الغريب بقى انها بتقدر تشوف الفروق اللونية الدقيقة دي، بس ما شافتش العربية النقل الحمراء اللي ماشية قدامها على الدائري ولبست فيها بسرعتها، وما شافتش طلعت لها منين فجأة. يمكن لو العربية كانت كاكاوي كانت شافتها مثلا. الستات كمان عندهم قدرة خارقة رهيبة، الذاكرة. ومش اي ذاكره، لا مؤاخذه، لا معلش، عندهم ذاكره انتقائيه جدا، تفتكر لك حاجات من 35 سنه وبالتفاصيل. تقول لك فاكر لما زرتك في الشغل سنه 84 وكانت نيفين السكرتيره لابسه جيوب للا فوق الركبه وصندل 9 سنتي هافان، وجات لك قالت لك ان مدام ميرفت اللي في الحسابات اخذت اجازه يومين، وشك اتقلب ساعتها. اتقلب ليه؟ ها؟ في 84 تفتكر كل ده، بس تنسى يوميا الرز على النار عادي وتاكله لنا وهو شايط بالعافيه. لو قلت لها نص كلمه تقول لك جل من لا يسهو، وانا افتكر ايه ولا ايه؟ افتكر ايه ولا ايه؟ الله. طبعا من اهم قدرات الستات الخارقه على الاطلاق هو جهاز كشف الكذب. اثر وقول بتكلم مين في التليفون، او رحت فين بعد الشغل، او كنت بتتودود مع مامتك بتقولوا عليا ايه، بدل ما تضطر تقولها بالطريقه الصعبه. هي بتعرف على فكره، صدقني. انا مره رحت السوبر ماركت ومراتي كلمتني بتقول لي انت فين، قلت لها انا في الصيدليه عادي، قلت اجرب كده. قالت لي طب هات لي علبه سمنه من الصيدليه الحلوه اللي انت فيها دي. رهيبه. كمان في قدرة خارقة شبه القدرة بتاعت كشف الكذب دي، هي القدرة على استشعار الخطر. تصحى الصبح تقول لك أنا قلبي مقبوض النهاردة، مش عارفة ليه، من الصبح كده. بس يا معلم، حضر البدلة السوداء ولمع الجزمة علشان تقريبا طنط إحسان حصل لها حاجة أو أونكل عوني عمل حادثة. ما بتجليش. في كمان قدرة خارقة عظيمة عند الستات، الفاير سيستم، انذار الحريق. تبقى الخناقة الرب السماء والبيت مولع نار، والغلط راكبها من ساسها لراسها وموقفها سيء جدا في القضية وكل الأدلة ضدها، وخلاص لبسها في ثانية تشغل الفاير سيستم. عياط، دموع كتير في ثانية، الموقف يتقلب لصالحها. يبدأوا بقى كل الشارع يصلحوها ويرضوها ويعتذروا لها، وشكلك طبعا بيبقى زبالة. قدرة خارقة دي ولا مش قدرة خارقة؟ خارقة طبعا. طبعا أشهر قدرة خارقة عند الستات هي المالتي تاسكينج، أو باللغة العربية المهام المتعددة في نفس الوقت. تلاقيها واقفة بتخبز كوكيز بالشوكولاتة، بتخيط الكاب بتاع سوبرمان، بتلبس سبايدر مان اللي هو ابنك الصغير الماسك بتاعه، بتحل واجب الماث، وبتسمع اسباب فشل الحمله الفرنسيه على مصر، وبتعمل نعناع لحماتها، بتنفخ بلالين للحفله، وبتحاسب المكواجي، وبتشطف البواب في نفس الوقت. جوزها بقى يبقى قاعد بيشرب شاي، لو سالته الساعه كام يقول لها اجاوب ازاي، يعني شايف ايدي مشغوله اشرب شاي وانا عندي 100 مخ. في قدره خارقه قوي 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 بقى، الستات بيسوقوا العربيه لمده 20 سنه متواصل من غير ما يفتحوا الكبوت ولا مره، ولا مره واحده، ولا يعرفوا حتى كبوت العربيه بيتفتح منين، لا زيت ولا ميه ولا قطع غيار ولا ليهم فيها. مش دي القدره الخارقه. الخارق في الموضوع ان العربيه بتبقى ماشيه معاهم زي الفل، اكتر مننا احنا، انت متخيل؟ عندك مثلا الفصال، الفصال ده قدره خارقه برضو، ده فوق الخارقه بمحطه. خش انا ومراتي المحل، تساله على سعر حاجه يقول لها 120 جنيه، تقول له 8.5، انا بتكسف، عايز انزل تحت الفاترينه. تلاقي البياع بيقول لها طب ما نخليها 12، يا قذر ده انا اتكسفت لك، كسفت عشانك. تقول له 10، يقول لها طب عايزه قد ايه؟ الله، عملت كده ازاي؟ انا لما بروح لنفس البياع اقول له بكام، يقول لي 120، اقول له 115، يقول لي لا يا باشا اتخسر معايا، اتفضل ما تعطلنيش. الله. طبعا في القدره الخارقه على التنكر بدون معلم، موجود عند معظم الستات. تقدر تقول لي ايه علاقه الست اللي قاعده جنبك في العربيه وانتوا رايحين الفرح بالست اللي كانت واقفه بتحمر الفراخ في المطبخ من نص ساعه؟ مفيش، انسانه تانية خالص. لو شاطر طلع الاختلافات السبعه، هتدوخ. من الاخر، لو في ست جدعه في حياتك يعني انت معاك سوبر هيرو في حمايتك طول الوقت. مشكله السوبر هيرو ده حاجتين الحقيقه، ان هو اللي بيتصل بيك وانت في الشغل يستنجد بيك، وانه بيحتاج مبلغ من المال كبير شويه اول كل شهر. حقها ولا مش حقها؟ حقها.